عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. انظروا إلى حسن التوافق بين الجملتين، فقد أعطي البيان الكامل عليه الصلاة والسلام. الجملة الأولى تدل على العموم، وأما الجملة الثانية تدل على الخصوص. خصوصية ماذا؟ خصوصية قبره عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. لكن الحكم اختلف هنا، الأول لا تتخذوا بيوتكم قبورا، هنا الحكم المتعلق والمختص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتخذ عيدا. فلماذا اختلف الحكمان؟ اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على المعنى الأول من الجملة الأولى، ليس كذلك؟ بل خرج، إذ إنه دفن عليه الصلاة والسلام. فجاءت الجملة الأخرى تجديد لحكم يخص قبره عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا الحكم؟ أنه لا يتخذ عيدا. وهذه الجملة لا تتخذوا قبري عيدا يدخل قبر غيره من باب أولى. فإذا كان قبره عليه الصلاة والسلام نهي أن يتخذ عيدا، فقبر غيره من باب أولى.